علماء الغرب عندما تعرض عليهم المنصفون منهم بعض هذه الحقائق العلمية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله ينبهرون. واحد منهم كان قايل عجيب، هذه الآية توجد في قرآن محمد صلى الله عليه وآله؟ في قضية اكتب شهادة مني أن هذا القرآن مو مال محمد صلى الله عليه وآله، محمد لا يتمكن أن يقول مثل هذا الكلام، هذا يدل على ارتباطه بالغيب وبعالم الغيب. يجب أن تطرح هذه الحقائق. النبي ماذا قال؟ علماء الطب يجب أن يعكفوا على ما قاله النبي الأعظم وأمير المؤمنين والإمام الصادق في المجال الطبي. واحد مو طبيب ما يفهم. الطبيب هو الذي يفهم البعد الطبي في كلمات أهل البيت. الرياضي هو الذي يفهم الأبعاد الرياضية في كلمات أهل البيت. العالم الفيزيائي هو الذي يفهم الأبعاد الفيزيائية في كلمات أهل البيت. عالم الطبيعة هو الذي يفهم الأبعاد الطبيعية في كلمات أهل البيت. إحنا عندنا تقصير كبير في هذا الجانب. كلمة يمكن هذه الكلمة يكون تحتها حقيقة علمية، اكتشاف علمي.